نذهب الآن إلى ما وصفه نشطاء بكارثة أخرى، تحديداً في محافظة المثنى، حيث جسر الخزاعل هو الآخر وجد وعداً حكومياً بإصلاحه. كان هذا بالتحديد بعد تعهد وزير الموارد المائية في الحكومة الحالية أنه سيوجه كوادره في المثنى من أجل العمل على إنشاء جسر جديد في منطقة الخزاعل بدلاً من الجسر القديم المتهالك، ولكن على ما يبدو أن التصريح ظل تصريحاً فقط، وعلى الأرض لا تزال المشكلة قائمة. نتابع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هاي الوجوه البريئة اللي كانت تعبر على جسر الخزاعل المقلوبي اللي كان ممكن يسبب لهم كارثة في أي لحظة ممكنة. سولفوا له عمو، شلون كنتوا تعبرون على هذا الجسر؟ بالقوة نعبره. يوم واحد يوقع الا عمو ما نعرف. هذا الجسر تعبان. تعبان ما يعني ما نقدر نعبر. شنو هذا اللي بهز عاطتي؟ يعني ابن عمي وقع وجاي يموت. غرق. بالقوة امامي طلع. زين انتم يا اللي عبركم مني؟ امامي بين يوم ويوم. بين يوم ويوم. يومية على يومية شنو؟ يومية على واحد. يومية واحدة عبركم؟ ايه. يعني يقعدون بالخمسة، احنا نطلع بالستة دوامنا الصبحي. ايه. إذا 12 الظهر من نرجع هم خطية قاعدين جوا الشجرة. انتانينكم؟ ايه. يعبرون. تمام. من لا من 12. تمام تمام. شفتوا كلماتهم انه يخافون، حديثهم يخافون يعبرون على هذا الجسر. فاحنا من نشرناه كانت اكو استجابة من وزير الموارد المائية مشكور اللي ارسل كوادره حتى تعدل الجسر المقلوبي. ويوم امس نشرنا منشور بهذا الصدد، لكن تعرفون شنو الكارثه؟ جماعه اجوا حطوا لهم شيلمانه وحده عدلوا بيها الجسر، داروا وجوهتهم وراحوا على امل انشاء جسر بالايام القادمه. فيا معالي الوزير، الكوادر من نجا وعملهم كان شلالي نص ونص، رفعوا ترابات ردوا ترابات، حطوا لهم شيلمانه فقط على هذا الجسر، والجسر بعده ناوي